بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى بهذا الانطلاق وهذا الشوط 16 الذي ينطلق في هذه اللحظات الخاص بالحقائق القعدان. 3 كيلومترات هي المسافة المقررة لهن في هذا الميدان. ننطلق إلى المركز الأول ومقدمة الشوط. مبلش في المركز الأول للسيد حمد بن علي الدعية في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني وصل بالمركز الثاني عزام شعار سالم بن جبران المري في المركز الثاني، وفي المركز الثالث شوفوا الواصل بالمركز الثالث وهذا براك حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي في المركز الثالث، وفي المركز الرابع الحنيش لسالم بن عبد الله بن سالم بن بخيت في المركز الثالث، بينما نقلتنا مع المركز الخامس وهذا جرهم للسيد محمد بن راشد بن ضبيع الكتبي في المركز الخامس. هذه النتيجة يا مشاهدين الأعزاء ومستمعين الكرام في أول نداء للخمس مراكز في هذا الشوط، شوطنا 16 في هذا المساء، مساء سن الحقائق، مساء الفئة المميزة، مساء نجوم المستقبل. نعود إلى المركز الأول وهذا عزام، هذا عزام من ينطلق، هذه انطلاقة الحنيش. الحنيش في المركز الأول لسالم بن عبد الله بن سالم البخيت في مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني وصل مبلش، تعود ملكية الحمد بن علي الدعية على المركز الثاني. ناخذ اللي وصل بالمركز الثالث، هذا جرهم للسيد محمد بن راشد بالضبيعة الاكتبي في المركز الثالث، وفي المركز الرابع شعار سالم بن جبران المري. يا سلام وصول الغربي، الغربي قادم على المركز الخامس، رمزان بن حمد بن فهد الرمزاني النعيمي واصل على المركز الخامس، وديروا بالكم على الغربي وديروا بالكم على المركز الثالث وهذا الغربي صاحب الإنجازات. يا سلام، نعود إلى المركز الأول وهذا الحنيش. الحنيش و1200 يا مضمرين، نذكر بلافتة ال1200 ونعود إلى ركب المقدمة. نعود إلى المركز الأول وهذا جرهم محمد بن راشد بالضبيع الاكتبي. يا سلام، وصل الغربي والهوى غربي اليوم مع الغربي بشعار رمزان بن حمد بن فهد الرمزاني النعيمي، شعار كبير. يا سلام يا سلام، وصل إلى المركز الأول لكي ينافس ويصارع من أجل البقاء ومن أجل الفوز ومن أجل الانتصار، والهدف الكبير هو الناموس. يا سلام، شوف المركز الثالث عزام شعار سالم بن جبران المري، في المركز الرابع الحنيش سالم بن عبد الله البخيل، في المركز الخامس سلهود لفرج بن علي بن هادي الحفار المري، لكن اعود الى الغربي. الغربي مشاهدين الغربي مستمتعين في هذا الاداء، منطلقين بهذا العرض مشاهدي لقناه الريان. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، انطلق الغربي كما بلغتكم عن انجازاته، وطار الغربي مع شعار رمزان بن فهد بن حمد بن فهد الرمزاني النعيمي. خلاص لا تقول لي شيء، لا تحرك الآلي. يا سلام، انطلق الغربي، انطلق بالاحتياط. يا سلام يا سلام، الحين حرك 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 وشب على الآلي. يا سلام، وصل في المركز الثاني رعد مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري. يا سلام يا سلام، اللحظة الأخيرة والله، يا لحظة ما بعدك لحظة، يا لحظة ما بعدها لحظة، لحظة الفوز والناموس. مهنا بن محمد بن ضابط الدوسري، ونهني مهنا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. هذه لحظات الوصول مشاهدينا الأعزاء. المركز الثاني وصل بمركز الثاني الغربي رمزان بن حمد بن فهد الرمزاني النعيم، بمركز الثالث المتحد حمد مبارك البخيت، المركز الرابع الحنيش.
المركز الرابع، المركز الرابع الحنيش لسالم بن عبد الله بن سالم البخيت. المركز الخامس وصلت سداوي لحمد بن عبد الله بن حمد بن عريج المري. تهانينا والناموس لمهنا بن ضابط الدوسري على هذا الانجاز واللحظات الاخيره. كان الفوز محالفا لهذا الشعار بعدما ان كان بشعار النعيمي، ولكن في اللحظات الاخيره تغيرت النتيجه وبدل النتيجه مهنا بن عبد الله بن ضابط الدوسري. 4:39 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس المركز الثاني. وصل الغربي، الغربي بالمركز الثاني بشعار رمزان بن محمد بن فهد النعيمي. توقيت الزمني 4:39 56 جزء من الثانيه. المركز الثالث وصل المركز الثالث المتحد لحمد بن مبارك بن بخيته. توقيتها الزمني 4:44 38 جزء من الثانيه.